بسم الله الرحمن الرحيم. احنا موجودين دلوقتي في موقع مشروع يحتوي على 5000 وحدة سكنية. مشروع اسمه مشروع تحيا مصر، والسبب انه التمويل بتاعه بالكامل من صندوق تحيا مصر كما طلب سيادة الرئيس. واحنا الموقع ده الارض دي ملك محافظة القاهرة، واحنا اذا كان هناك بشائر لعمل فعلي بيتم الان على ارض الواقع، انا عاوز اقول للساده المشاهدين الكرام انه هذا العمل بدا التخطيط له ورفع المساحي والتصميم وتسليم الاراضي وحضور هذه المعدات واعمال الحفر اللي بتتم. هذا العمل كله تم في خلال 25-26 يوم الماضيه. هذا المشروع بيتابع متابعه اسبوعيه، مرة في المكتب ومرة هنا. احنا هنا كنا من اسبوعين، كان لسه العمل ما بدأش. النهاردة الحمد لله في اكتر من 40 معدة موجودة في الموقع. العمل هنا بتقوم به 4 من اكبر شركات المقاولات التابعة لقطاع الاعمال العام بتكليف امر مباشر من مجلس الوزراء. ان شاء الله باذن الله احنا يعني خطتنا بالمتابعة المستمرة للعمل ان احنا ننتهي من هذا المشروع في نهاية 2015 ان شاء الله باذن الله. الى جانب الاربع شركات مقاولات دول في شركة اخرى مسؤولة عن اعمال المرافق اللي هي الكهرباء والمية والصرف الصحي وكل الاعمال الاخرى المشاركة. الموقع اللي احنا فيه ده اللي هو موقع مشروع تحيا مصر بيجاوره مشروع اخر بدأناه من 3 شهور ونص تقريبا اسمه مشروع الاسمرات، ويمكن هيبان بعد شويه لما اروح هناك حجم التقدم السريع جدا اللي حصل في خلال ال3 شهور الماضيه. معظم العمارات دلوقتي هياكلها الخرسانيه انتهت تقريبا، وهنخش في مرحله التشطيب. وان شاء الله باذن الله اتخيل ان مشروع الاسمرات ده ممكن ينتهي في شهر اكتوبر، المشروع اللي احنا فيه ده ينتهي ان شاء الله باذن الله بنهايه شهر ديسمبر باذن الله. المشروعين مع بعض مجموعهم 11300 وحده سكنيه، هيبقى ده اكبر مشروع يتم لمواجهه قضايا العشوائيات في عام واحد في القاهره. انا بقول ان القضيه بتتطلب معالجتها حوالي 27000 او 26000 وشويه وحده سكنيه، الان ننفذ 11000، نحتاج ان ننفذ 16000 وحده سكنيه اخرى، ممكن ده يكون مجالها في عام 2016 ان شاء الله باذن الله. لان القضيه برضو بعض المواطنين بيتخيلوا ان القضيه موجوده في الدويقه فقط، الدويقه جزء من مشيط ناصر، مشيط ناصر فيها اجزاء اخرى غير الدويقه فيها نفس القضيه، عذبه خيرالة فيها نفس القضيه، بطن البقره فيها نفس القضيه، اسطبل عنتر فيها نفس القضيه، وبالتالي الرقم اللي احنا بنتكلم عليه ده يشمل هذه المناطق مجتمعه. واحنا عندنا خطه دلوقتي معروفه للاخلاء انهي هيتم قبل الثاني، ويمكن ان شاء الله خلال هذا الاسبوع او الاسبوع القادم هتشهدوا معانا عمليه اخلاء كبيره جدا لمناطق خطر في منشيه ناصر ونقل السكان منها الى مساكن مؤقته الى ان ياتوا الى هذا المكان ان شاء الله باذن الله. شكرا.